قامت مؤسسة الشهيد فرع السويداء بمناسبة عيد الجلاء احتفالاً أمام ضريح القائد العام للثورة السورية الكبرى المجاهد سلطان باشا الأطرش، تضمنت عروضاً تراثية تدل على الأصالة وعمق التراث وتعبر عن معاني التضحية في سبيل عزة وكرامة الوطن. هاي المناسبة غالية على قلبنا وقلب كل مواطن سوري بسوريا الحبيبة. فينا نحن نقف وقفة إجلال وتقدير وتمجيد لشهداء جيشنا العربي، لشعبنا العريق. عيد الاستقلال هو إن شاء الله استمرار لانتصارات جيشنا والحرب الكونية ضد وطننا على الإرهاب، وعيد الجلاء يعطينا حافز قوي لنتابع المسيرة لنقضي على هذه الآفة اللي موجودة ببلدنا. المشاركون عبروا عن فخرهم واعتزازهم بتاريخ أجدادهم الذين صنعوا الاستقلال، مؤكدين استمرارهم في التضحية والعطاء في سبيل خلاص سوريا من المحن وجلاء الإرهاب عن تراب الوطن. نحن إن شاء الله بهمة رجال الوطن العربي السوري سيدحر هؤلاء الشرذمة التي لا قيمة لها عندنا أبداً، والتي أتت من كل البلاد الأجنبية تقاتلنا وتقاتل أبناءنا أبناء الجيش العربي السوري. تكريماً لجهود الشهداء ورسالة من الأجداد للأجيال القادمة أنه طريق النضال مستمر دائماً. نفتخر بهذا اليوم، وهو رسالة لحمل الأمان للقضاء على كل أشكال الإرهاب اللي عم تتعرض له سوريا. هذا اليوم عيد بالنسبة لنا جميعاً، فنحن نقدس هذا اليوم، وإن شاء الله نتمنى في الوقت الحاضر بهمة جيشنا المقدام وهمة قائدنا قائد الوطن أن تتحرر سوريا من براثن هذا الإرهاب. الجدير بالذكر أن مؤسسة الشهيد تعنى بذوي الشهداء وتقوم بتقديم كل ما يلزم لهم من رعاية واهتمام تقديراً لتضحيات أبنائهم التي لا تقدر بثمن.